عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه شيوات بنت لاله نعيمه. كنتمنى انكم تشاركوني باللايك وتدعموني بتفعيل الجرس وتشاركوا الفيديوهات مع الحباب والصحاب وتخليوا لي التعاليق ديالكم. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم انها تعجبكم. اللي غادي نحضر فيها واحد العصير اللي هو ساهل، مواد موجوده عندنا بالبيت وطبيعي وناجح 100% بدون مواد كيماويه. وغادي نرافقو بواحد الحلوه اللي هي ساهله وبسيطه اللي كتحضر لينا في 5 دقائق بدون فرن. بالنسبه للعصير غادي نحتاجو 2 لتر من الماء، وليمونه واحده، وحامضه واحده اللي كنكونو ضعناهم ليله كامله في المجمد. كنجبدوهم كيترخفوا شويه باش كيجيونا ساهلين في التقطاع، وكنزولو ليهم داك العظم اللي تيكون في الوسط. وغادي نرافقوهم بنانه واحده. بالنسبه للبنان البنات كيبقى اختياري، ممكن تضيفوا اي فاكهه موجوده عندكم في البيت، الفريز، التفاح، الكيوي، البعويد، اي فاكهه موجوده عندكم في البيت كترافق هذا العصير، هذا كيجي رائع رائع جدا. ولا حتى الياغورت اللي عندكم ماشي مشكل. انا بعض المرات كنكتفي غير بالليمونه وحامضه وجوج لتر من الماء. بالنسبه للسكر غادي نحتاجو كاس ديال السكر اللي هو كيبقى على حسب الذوق، على حسب الحلاوه اللي موالفين بها. بالنسبه للحلوه ديالنا اللي كتحضر لينا في 5 دقائق اللي كتجي رائعه رائعه وسهله بدون فرن، اللي فيها جوج مواد اساسيين انا ضفت عليها اللوز. بالنسبه للحلوه كنحتاجو فيها هاد جوج مواد اللي تيكونوا اساسيين فيها، البسكوي بعد ما كنهرمشوه مزيان، والبنان اللي كنخدموه بالفرشيط كيتهرس مزيان. والتزيين كنحتاجو الكوك. وبالنسبه للوز انا كان عندي موجود ضفتو حتى هو مهرمش، كيبقى اختياري البنات، ماشي مهم اللوز باش تحضروا هاد الحلوه هذه، راه تكتفيو غير بالبسكوي والبنين اللي هما اساسيين. التزيين رافقتهم حتى بالنوتيلا اللي انا عزيزه عليا النوتيلا. هادو هما المقادير اللي عندنا، نمشيو على بركه الله لطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، من بعد ما خدمنا مزيان الموز او البنان ديالنا كنخدموه على هذا الشكل بالفرشيط، كنحصلوا على هذا الشكل هذا. من بعد البنات كنزيدوا البسكوي اللي هرمشناه او اللي طحناه اللي كنخليوه بحال هكا، ما كنطحنوش كامل، كيبقى بحال هكا مهرمش. كنضيفوه على البنان وكنخلطو جيدا. كما كتشوفوا معايا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كيجينا ساهل باش نشكلو به كريات صغار. نتوما البنات تقدروا تكتفيو غير بالبسكوي والبنان. انا كيف ما قلت لكم قبل عندي شويه ديال اللوز مهرمش، قلت علاش لا اللي ما نضيفوش، حتى هو كيجي بهذا المذاق رائع. ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه وتحضروا غير بالبسكوي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كنكون حصلنا على هذا العجين هذا، كنشكلوه كريات حسب الحجم اللي بغيتو. ولا كانوا عندكم هذوك الكويطات في الشكل اللي كنديروا فيهم الحلوه ممكن توضعوهم فيهم. كنديروها في الكوك كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كنستمروا بنفس الطريقه
كتجي رائعة البنات ولذيذة. كيبقى لينا البسكويشات في الدار، كيبقى لينا البنان اننا ما كناكلوش ملي كيبدا يدير شويه الكحوليه، نقدروا نوجدوا به هاد الحلوى هادي، علاش لا، نقدروا نحتفظوا بيها في الثلاجه. انا متاكده البنات انكم من غادي تصاوبوها ما غاديش تحتفظوا بها اكثر في الثلاجه، لانكم غادي تاكلوها لحقاش كتجي بنينه بزاف، رائعه رائعه. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكمل الخليط اللي عندي. غنشارك معاكم التزيين الاخر اللي غادي نزين بالشوكولا نفس الطريقه، نوضعوها في الشوكولات نوتيلا ولا الشوكولات كندوبوه. كنضيفوا عليها هاد اللوز ولا الكاوكاو ولا اللي عندكم، التزيين كيبقى اختياري. وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنحصلوا على هذا الشكل، هذا الشكل النهائي اللي كتجي الحلوى ديالنا رائعه، كتجي بنينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. غادي نمشيو على بركه الله، غادي نحضروا العصير ديالنا. دابا غادي نحضروا العصير ديالنا من بعد ما قطعنا الليمون والحامض وزولنا له العظم اللي تيكون في الوسط، قطعناهم على هذا الشكل هذا. غادي نوضعه في الخلاط الكهربائي، غادي نطحنوه غير هو والماء، قليل من الماء حتى كيتغطى لينا الليمون. غادي نطحنوه جيدا، ومن بعد غادي نكمل معاكم الطريقه ديال التحضير. من بعد البنات ما طحنا العصير ديالنا الاول، كنصفيه على هذا الشكل هذا. نصفيه مزيان، ومن بعد كنضيفوا عليه البنان والسنيده والباقي ديال الماء اللي عندنا. غادي نضيفوا البنان، بنان وحده ولا اي فاكهه كيف ما قلت لكم من قبل عندكم، ولا الياغورت والسنيده حسب الذوق. وغادي نضيفوا القليل من العصير اللي صفينا في الاول، غادي نطحنوه مرة ثانية وغنضيفوه على الخليط الآخر ونتلاقاو في الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال العصير اللي حضرنا. النصف الآخر زدت عليه شوية ديال الفريز، والآخر احتفظت به كيف ما وجدته معاكم. وهذه هي الحلوى اللي كنوجدوها سهلة بدون فرن، اللي كتجي رائعه رائعه جدا. كنشكركم بزاف على مشاهده الفيديو، وخلوا لي تعليق ديالكم وشاركوا الفيديو مع الحباب والاصدقاء، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، وكنشكركم بزاف.